الإمام الحسين خرج يتمم الإصلاح في أمة جدة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الكوفة طلبت من الإمام الحسين، دزت له رسالة: أدركنا بني أمية جاي أذوهم، على أساس بني أمية جاي أذوهم. فالحسين في روحه وجهاله والسبايا وعائلته كلها يحرر الناس. يزيد لعنة الله عليه قرر أنه يقتل الإمام الحسين، وقال المقولة المشهورة حالياً الإمام الحسين: مثلي لا يبايع مثله. فالإمام الحسين ضحى بأخوه العباس، وضحى بأصحابه، وضحى بطفل الرضيع. عبدالله الرضيع كان عطشان، فأخذها الإمام الحسين، خذاه بالساحة المعركة، قال لهم شربوا ماي، ما رضوا يشربونه، حرمله ضرب عبدالله الرضيع بالسهم. أنا أزن على الطفل الرضيع، كان بعد أصلاً عمره ما عبر 6 شهور وقتل حرملة. جيت بدمك، جيت بدمك يا بعد أمك يا عبد الله، يا وليدي يا وليدي، دليلال دليلال يا عبد الله، دليلال 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 يا عبد الله، دليلال نام نام يا يما الولد، نام نام يا يما الولد، دليلال دليلال يا عبد الله، دليلال 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 يا عبد الله، دليلال. كان الماي قريب عليهم بس ما خلوهم يشربون من الماي. قطع وجهه ابو فاضل، كان يريد يجيب الماي لعياله وللمعسكر الامام الحسين، راح يجيب الماي بس ما قدر لان غدروه، لان كان اذا يجون قدامه كان كلهم يذبحهم، فما قدروا انه يواجهوه، فغدروه من ورا النغله ضربوه وراسه بالعمود. هو راد يشرب الماي بس ما قدر، قال: يا نفس هوني وبعد الحسين كوني. ما قدر يوصل القربة لأن قطعة وجفوفة وضربة والقربة. عباس شمرت علي وحملاته لازمه، والراية بي تفتخر بيمينه لازمه، يل تقصد الحضرته قفاي لازمه، ولو زعل راعي العلم تجدح عيونه يمه.
بالنهروان العسل بالريج خلاه يمر، من يعبر القنطرة وعباس لازم وسواها طشارة. وراء الإمام الحسين انذبح ورفعوا رأسه بالرمح ورفعوا رأس أصحابه وأبو الفضل عليه السلام، حرقوا الخيم مال الإمام الحسين وسبوا العيال ماتة وسبوا الأطفال وسبوا رقية وسبوا زينب والقاسم أمين انقتل وسبوا الإمام زين العابدين مريض كربلاء كان ممدد على الفراش ما قدر يقوم يقاتل. هلا بزوار ابو السجاد، تفضل يا زاير، تفضل يا زاير. يا ابن امي علتي يربان عفتك ريميه، عفتك ريميه، عفتك ريميه، عين العمى ولا اشوف ذيك الميسيه، ذيك الميسية، ذيك الميسية. يا ابن أمي علتي يربان عفتك ريمية، عفتك ريمية، عفتك ريمية، عين العمى ولا أشوف ذيك الميسية، ذيك الميسية، ذيك الميسية. هلا زوار ابو السجاد، تفضل يا زاير، تفضل يا زاير. مرت من الناس سبايا يمشون على رجليهم والعبال ايديهم ورجليهم مربوطين من كل ايديهم ورجليهم، والشمور يضربون بيهم كل ما يمشون يضربون بيهم، جفن يكون على الحسين وما يضربون بيهم. ما كانت الشوارع هي كانت كلها تراب وحار، ويعني من يمشون تطلع ارواحهم حارة تموت. كانوا تعبانين كلش يعني هناك بالصحراء والشوب وكل شيء ماكو، يعني مشوا بالصحراء كل شيء ماكو، يمشون بالشوب وما يعني كلش تعبوا، شافوا يعني عذاب كلش. أحزن أكثر شيء على سيدة زينب عليه السلام لأن شافت المصائب كلها، تحملت كل شيء، هي كل العذاب هي تحملته. وراحوا للكوفة لابن زياد لعنة الله عليه وذبوهم بالخرابة، بقرب خرابة على بيت على القصر مال بن زياد، ووراها نسبوا للشام. آيلي خيام، آيلي خيام، في أمان الله نوين السفر للشام. آيلي خيام، آيلي خيام، في أمان آيلي خيام، آيلي خيام، في أمان الله وين السفر للشام. ويزيد ذبهم بالخرابة لبصب بيته، والسيدة رقية بفجر كانت تحلم بالإمام الحسين، كانت تفرش مصليته حتى يصلي عليها، بس من مات بعد ما قام احد، ما قامت تفرش الاحد سجادته حتى يصلي عليها، فظلت تبكي. ويزيد كان بوقتها شارب الخمر لعنة الله عليه. بوقتها كانت السيدة رقية نايمة، حلمت بإمام الحسين، حلمت بإمام الحسين اجاها النوب، قامت تبكي، سمع يزيد كان هو شارب، سمع يزيد قال حات جنوده، قال لهم شنو هذا الصوت؟ قال لهم هاي سيدة رقية تبكي على والدها.
قال لهم ودوا راس والدها إلها. وقتها ودوا راسها بالطشت، فتحت الطشت وشافت راسه وشبقت الراس ماله. يعني ما قامت ما ترضى تروح منه أبد. ظلت تبكي على راس أبوها وتوفت السيدة رقية. بابا بابا بالخراب الليموني الليموني، عيوني بوردا يا غطاي، يا هولي قلي تعاي، بعدك انت بعدك انت بعدك انت. بالأربعين رجعوا الصبايا لهوني، لكن ما يزوروا إمام الحسين وأبا الفضل وكلهم. فالسيدة زينب كانت تروح من قبر إلى قبر، راحت للحسين، ظل قبر واحد ما راحت له، راحت للعباس، قالت له أخويا أنا من بعد ما متت أنت بيت. قلت لي شلون ضربوها بالصوت وشلون سبوا عيالها، وابو زينب كان ما حد يقدر يشوف خدرها لان ابو فاضل كان وياها. ورا ما قتل ابو فاضل سبوا زينب اللي ما حد كان شايف خدرها وما حد كان شايف الظلم مالتها. ما قدرت تجيب رقية لان رقية توفت. قلت لأخويا رقية ماتت على راسي. يا ابو رقية خذني يمك، الدين يتيخنيك ارد اشيمك، اقسيم عليك داعت امك. يا ابو رقية خذني يمك، الدين يتيخنيك ارد اشيمك، اقسيم عليك داعت امك. هما ما قدروا لا ياكلون ولا يرتاحون، حتى الناقة مالتهم كانت ما مريحة، مو مثل هسه سيارات ومواكب توزع الأكل ويرتاحون بيها الزوار. كانوا بس يردون يشوفون الإمام الحسين عليه السلام. ورا ما شافوا رجعوا للمدينة بيت الإمام الحسين. أنا جاي هنا أخدم السيدة زينب أحميها، هاي النساء هنا جاية مثل السيدة زينب فأحميها على مود توصل لها، أي شيء يطلبونه أنفذه لهم، لأن أنا جاي أخدم الإمام الحسين وما يصير أنهار عليهم بشيء. جيت طريق يا حسين كان عمري 6 سنوات، وجيت ويا عائلتي، يعني كل إحنا هنا نخدم، جينا عندنا موكب أنا وأخواني كلهم، يعني بيتنا كله.
ونسوي بورق ونسوي دولمة ونسوي كبة ونسوي محلبي وكاستر، نوزع بالليل هذا وشامية. أريد نخدم زوار الإمام الحسين عليه السلام على مدير تاحون، وما يظلون يعني متعذبين بمشيتهم على مدير تاحون، وهاي المرة اللي مجديهم موكبنا. عمر 6 احنا نجي هنا ونخدم، نخدم لهم شاي ونومي ودارسيني، اصب لهم اي خدمه مال ماي وهاي شغلات، اكل طعام اجيب لهم. موكب ثقافي التابع للعتبة العباسية، كل نهار شفت صباحي وشفت مسائي أثقف الزوار، طعام متوفر بكل العالم، بس الثقافة مو كل المواكب توزع ثقافة للناس. أحكي لهم عن صفات الإمام العباس، وأبرز صفات الإمام العباس البصيرة. البصيرة روي عن الإمام الصادق عليه السلام كان عمنا العباس نافذ البصيرة وصلب الإيمان. ما هي البصيرة؟ أقول لهم ما هي البصيرة؟ البصيرة هي الرؤية الواضحة للأمور والتمييز بين حسنها وقبيحها، يعني الرؤية الواقعية اللي تشوفها بقلبك حتى تميز بين الأمور الزينة والأمور المزينة، تميز بين معسكر يزيد ومعسكر الإمام الحسين عليه السلام. مستعد اعمل كل شيء، مثلا اوزع اكل، اوزع ماي، شربت، اخدم، انظف، امرخ الزوار، مستعد اعمل كل شيء. عائلتي كانوا كلهم خدام الامام الحسين، واحنا فخورين جدا بهذا الشيء، وانا اخدم المواكب اي شيء، يعني خدمه اكون اقرا المجالس او انظف او اوزع طعام الزوار، هذا كله ما يوفي حقنا الامام الحسين عليه السلام، اللي هو قطره بحر اللي قدمه لنا الامام الحسين عليه السلام. انا صلي بجا العراق 6 سنين، صلي 6 سنين كمال الامام الحسين عليه السلام وابا الفضل وامام علي. تفضل يا زاير، اشرب شاي يا زاير، نوم يا زاير، دارسين يا زاير. انام بالليل واقعد الصبح من الساعه 6 اشتغل هنا لحد الساعه 12 من الليل، لحد ما اريد انام اروح اذهب اروح انام. قلبي الله علمني، علمني حب الحسين. لما احس حالي تعبت كنت اتذكر الاطفال وقديش كانوا تعبانين وارجع انسى التعب. الإمام الحسين يعرف وجوه الزوار اللي راح تجي من يا دولة، من يا منطقة، من يا بلد، اسمه شنو، عمره شقد، يعرف كل شيء الإمام الحسين، هو أبو الفضل، يعرف شنو يطلب منه، شنو من يجي، شنو حاجته، ويقضيها له. عليه السلام خلاني اجي على زيارة حتى ازوره، كتب لي اسمي كرمال اجي لعنده. لانه الحسين يحب الزائرين، انا احبهم مثل ما يحب الحسين. اي شيء مثلا انا اروح فدوه الحسين، اي واحد مثلا يريد يروح فدوه الحسين، أس الزوار هذول كلها جاي تمشي ليش؟ على مود يزورون الحسين، إذا يمشون على طريق الحسين أحبهم وأعتبرهم أهلي وأخواني
مثلا اذا انام ما احس بالغربه، انام ويا اخواني، كان كبير او صغير، اخوي كبير واخوي الصغير. مثلا حجي كبير احس مثل ابوي مثل جدي. كل جمعه من اخلص الواجبات مال المدرسه مالتي اروح ازور الامام الحسين، اطوف حول الشباك، اقبل الشباك، وراها اروح لابو فاضل ازوره، اقول له يا ابو فاضل شافيني انا مريض عندي ثلاسيميا، اطلب منه بادب وحلفه بخدر زينه. ابو فاضل ما يرد احد. خلوا اللي يقرا خلي يكمل عفون جثه، ودمعي يهمل والعين دقصه، قل لي شيميل يا ابو رقيه، خذني يمك لدنيا تخنيك، ارد اشيمك تقسيم عليك داعت امك. تفضل يا زاير. هلا بزواره والسجاد. انا درت صوتي للامام الحسين عليه السلام، وما مستعد ان اقرا فيما لا يرضى به الله سبحانه وتعالى، واعصي ربي واقرا بشيء حرام. وانا ان شاء الله راح ابقى خادم الحسين من انا طفل او صغير الى ان اكون كبير. من اكبر انا مثلا جاي اتعلم، صار عمري 12 بصف السادس، اكمل دراستي اصير مهندس، يعني مثلا ادبني هنا مجالس ادبني حسينيات هنا بالمواكب، اني اسوي له خيمات مثل ما جاي تشوفون، جاي هنا الشغل هذا جاي يسوونه، اتعلم من عندهم. حتى من اكبر اصير طبيب عام واشافيهم واشافي واسوي عمليات بثواب الحسين، ما اريد اجر، الفلوس كل شيء ما اسوي، بس الاجر الامام الحسين وثوابه يدخلك للجنه، بس هاي اريدها. لبيك يا حسين هي من خلال زيارته والتمسك بدينه والصلاه والصوم. لبيك يا حسين. خادم عين القمر بها السهم راية، مو طفل شاب القلب من ذيك الرواية، اخذوني اخذوني انصب عزا ومنبر، بعيوني بعيوني زوار ابو الاكبر، عالمي موكب صفا شربة روى ودمعة، لو طفت عين الشمس عيني تقل شمعة، ارتقي بطيف النساء ارد اخدم البضعة، حاضرة وتمشي باسة تنحب على المنحة، اخذوني اخذوني انصب عزا ومنبر، بعيوني بعيوني زوار ابو الاكبار. انا من صغر الان نذروني للخدمه، امي ربتني وتول مصاب ابو اليمه، بخيالي زينب اصبحت خدر وستر حشمه، بالقلب جمرة حزين ما تنطف وتسعى، اخذوني اخذوني انصب عزا ومنبر، بعيوني بعيوني زوار ابو الاكبار.